الظروف المحيطة بيا، الناس اللي حواليا، هل دول ممكن يأثروا على تفكيري إذا كان يبقى إيجابي أو سلبي؟ أكيد. بمعنى إيه؟ أكيد. الناس اللي حواليا دول مؤثرين بقوة. يعني لو أنا بيتي كله باصص للحياة بنظرة سوداوية، أنا أكيد هطلع كده. لو أصحابي كلهم شايفين إن الدنيا ظلمة وهي قفلت وما فيش خير والأيام الجاية ظلمة سودة، يا حبيبي ليه بنتكلم كده؟ أنا هنقل ده لوحدي للي حواليا وهاخده منهم بقوة يعني. أما الظروف فأنا ما عنديش ظروف جيدة طول الوقت. صحيح. والحقيقة الواقعية بتقول إنه الإنسان الجيد مش ناتج عن ظروف جيدة. حلوة قوي دي. الإنسان الجيد أيوة. مش ناتج عن ظروف جيدة. لكن الإنسان الجيد ناتج من إيه؟ يقدر يصنع ظروف جيدة. حلوة. أنا من جوايا أقدر إني ده قرار. أنا خدت قرار مع نفسي أكون شخص إيجابي، أكون شخص جيد، أكون شخص مثمر، أكون شخص فرحان. ده قراري مش قرار حد تاني. أنا عاوز أكون كده ولا لأ؟ لو عاوز أكون كده عندي الستبس اللي بتتاخد، وأولها أن أنا بلجأ لربنا. ربنا مش عاوزني قاعد عايش متقدر بعيش الحياة عشان أخلصها عشان أروح السماء. لا، أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. الحياة هنا والحياة هناك. صحيح. لو أنا مش عايش الحياة هنا مش عارف أطلع الحياة هناك. حياتك قلتي في النص أكون مثمر، أكون فرحان، أكون، هل هي دي صفات الإنسان الإيجابي ولا كمان في صفات أخرى؟ أكون مثمر دي كلمة قوية جداً. إن أنا في كل مكان رجلي تخطي فيه في الحياة أسيب أثر حلو. أسيب أثر حلو في كل نفس أقابلها، أسيب ابتسامة على وش كل واحد. رب المجد عمرنا ما سمعنا عنه إن هو كان عابس الوجه، صحيح، لكن كان وشه بيشيع السلام. أنا شغلتي في الدنيا إني أكون شبه رب المجد.